الحقيقة أن كنوز مصر التراثية مش بس مباني وأثار وحرف، لكن كمان وثائق متوارثة من مئات السنين محفوظة في دار الكتب والوثائق. في الحقيقة من كام يوم تم الإعلان عن تعاون مهم بين وزارتي الاتصالات والثقافة، ده لإطلاق منصة كنوز مصر الرقمية. فإيه هي حكاية المنصة دي وإيه أهميتها؟ ده اللي هنتعرف عليه دلوقتي من الدكتور أسامة طلعت رئيس دار الكتب والوثائق اللي معنا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك، أهلا بيك. صباح الخير استاذ حسن، صباح الخير استاذ محمد، وصباح الخير على الشعب المصري كله، ويوم جميل ان شاء الله. اهلا بيك يا فندم. يعني خلينا في البدايه نتعرف على يعني ايه هي منصه مصر الرقميه واهم اهدافها وليه اصلا تم اطلاقها. الحقيقه عشان نبسط المساله، هي المنصه هي اشبه ما تكون الى حد ما بموقع اساسي وبتتفرع منه مواقع. هذا الموقع ان شاء الله هتتاح عليه يعني تراث مصر، ولما بنتكلم عن تراث مصر لازم نذكر ونتذكر ان مصر غنيه بتراث ثقافي يعني يضرب بعمق التاريخ. ثروه قوميه. هذا التراث مسجل على مواد مختلفه، منها الورق، رق الغزال، مواد مسموعه مرئيه وما الى هذا. الغرض الرئيسي من المنصه هو الحفظ رقم واحد والإتاحة رقم اثنين. يعني ايه الحفظ؟ الحفظ الهارد كوبي او النسخ الاصليه من هذا التراث، وده عمل قائم مش بس في دار الكتب والوثائق القوميه لكن في قطاعات وهيئات وزاره الثقافه المختلفه. الهدف الثاني وهو الإتاحة هي وصول هذا المنتج الثقافي او المساعده على وصول هذا المنتج الثقافي لكافه أفراد الشعب المصري، وهذا ما تسعى له وزارة الثقافة على رأسها ومتبنية هذه الفكرة تماما مع الوزيرة المجتهدة دكتورة نبيد الكيلاني، يعني رجاء وأملا في الوصول لما يسمى بالعدالة الثقافية، أن تصل الثقافة إلى كافة الشعب في كافة ربوع مصر، وده حق بيعفله الدستور لشعب المصري كافة. ده عظيم جدا. ايه اللي هيكون موجود بقى على هذه المنصه؟ هيكون في وثائق، هيكون في كتب، هيكون في رسومات، ايه تاني ممكن يكون موجود؟ الحقيقه ان في اكتر من هيئه وجهه داخل وزاره الثقافه بيشملها هذا البروتوكول الموقع بالفعل بين وزارتي الثقافه والاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات، وكان الهدف من اللقاء اللي حضراتكم اشرتوا ليه في المقدمه هو تنشيط هذا البروتوكول وتفعيله وتدبير الموارد اللازمه لتنفيذه. على سبيل المثال الهيئه اللي انا بمثلها واشرف برئاستها الهيئه المصريه العامه لدار الكتب والوثائق القوميه هي بتنقسم الى شقين، عندنا دار الوثائق، ودي فرصه ان احنا نعرف الناس يعني ايه دار الكتب والوثائق القوميه واهميتها. دار الكتب والوثائق هي عباره عن جزئين رئيسيين او مكونين رئيسيين. الجزء الاولاني اللي هو دار الوثائق اللي هي ذاكره مصر ووثائقها عبر التاريخ من قرون والمسجلة في وثائق سواء على الرق أو على الورق أو حتى عندنا وثائق سمعية وبصرية، ودي هي ذاكرة الدولة. الأرشيف الوطني لمصر، ومصر طبعا غنية ويعني مسعدة بتراثها. الشق الثاني من دار الوثائق، من دار الكتب، اللي هو دار الكتب ذاتها بقى، دار الكتب هي المكتبة الوطنية، هي ذاكرة مصر الثقافية. كل ما أنتج في مصر من إنتاج ثقافي مكتوب بشكل رئيسي، كتب، مؤلفات مودعة، والقانون بيكفل ده، وإن كان في بعض الناس بتزعل مننا لما بنقعد نركز ونقول لازم تسلمونا نسخ من الكتب اللي بتاخدوا أرقام إيداعها من عندنا، علشان بنحفظ ده مش للأجيال الموجودة حاليا ولكن للأجيال القادمة زمان كمان زي ما عادت دار الكتب. طيب إيه علاقة ده بقى بالمنصة، منصة تراث مصر الرقمية؟ دار الكتب ستتيح مجموعة من الوثائق ومجموعة من الكتب وفق ضوابط محددة. يعني ايه وفق ضوابط محددة؟ فكرة الإتاحة التامة دي مش موجودة في العالم كله، حتى لا يعتقد البعض أننا سنفتح الباب على مصراعيه يعني لإتاحة كل ما لدينا من وثائق ومن كتب، ده ما بيحصلش في العالم وكل مثقفينا وعلمائنا عارفين ده. طب خليني أسأل حضرتك، هل هيكون في زي لينكس مثلا تدخلني على مثلا حاجة زي مكتبة الإسكندرية وما يوجد فيها، برديات مثلا لو عايزة أشوف شكلها أنا كحد يعني هكون هدخل على هذا الموقع عايزة أشوف شكلها كان عامل إزاي، هل الحاجات دي كانت موجودة أو الأفكار دي مطروحة؟ سؤال حضرتك جميل جدا وبيصب في صلب الموضوع. فعلا مكتبة الإسكندرية مؤسسة مصرية يعني عريقة وهي نموذج يحتذى في الرقمنة والإتاحة.
احنا بنشتغل بالتوازي على نفس الفكره. حضرتك اي باحث او مثقف هيبقى ان شاء الله من السهل ليه مبدئيا البحث، فيتعرف اذا كان العنوان اللي هو محتاجه او الموضوع اللي هو بيشتغل عليه متاح ليه منتج عندنا في دار الكتب والوثائق ولا لا، وهل هذا متاح اونلاين ولا غير متاح، وهل متاح مجاني ولا في سبسكرايب او ايباي هيدفع لدون. والجزء الثاني ان هو يستطيع ان يعني بعد ما عرف ان اذا كان موجود ولا يقدر يزور الدار ويطلع على الهارد كوبي او النسخ الاصليه من الوثيقه او المخطوط او الكتاب اللي هو عايز يطلع عليه. الحقيقه طبعا في جهات كتير مشتركه من الوزاره في هذه المنصه، يعني منها على سبيل المثال الهيئه المصريه العامه للكتاب، وده تم بالفعل رقمنه ما يقرب من 8400 كتاب و625 مجله وتسليم. الميزه بقى في الحفظ ايه اذا سمحتوا لي يعني افسر؟ اتفضل. رساله رئيسيه من رسائل وزاره الثقافه ووزارة الكتب والوثائق القوميه هي حفظ ما يدخل اليها من تراث سواء وثائق او كتب. الحفظ ده حفظ النسخه الاصليه بالاضافه الى رقمنتها. الرقمنه هي لغه العصر، هي حفظ بشكل مستقبلي، حفظ الحالي واتاحته مستقبليا، وبالتالي بنبقى بنحافظ على النسخه الاصليه من الوثيقه او الكتاب وفي نفس الوقت رقمنته واتاحته. والحقيقه ان ده طبعا بيتماشى تماما مع سياسه الحكومه ومع رؤيه مصر 2030 التي وضعها فخامه السيده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو نوع من التكامل في العمل ما بين وزارات مصر المختلفة. هنا النموذج بتاعنا تكامل بين عمل وزارة الثقافة وبين عمل وزارة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات. والحقيقة فرصة ان انا اشكرهم برضو ان هم يعني معالي الوزير عمرو طلعت ورجاله يعني بيعملوا معانا بجد واجتهاد، ورحبوا جدا بمزيد من العمل مع وزارة الثقافة. عظيم جدا، الفكرة في حد ذاتها جميلة، واحنا في انتظار طبعا ان هي تخرج للنور. لكن عايز اتكلم في نقطة تانية، هل واحنا بنخطط في البداية، احنا لسه طبعا دلوقتي ده بروتوكول تعاون فلسه هنقطع اشواط فيه خلال الفترة اللي جاية، هل مركزين على انه يكون في محتوى متنوع من الكتب اللي يتم توثيقها خلال الفترة القادمة، يكون في تركيز حتى على فئة الشباب؟ حقيقي برضه سؤال في منتهى الروعة. المشروع بالفعل شغال، يعني انا مش عايز يعني 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 ادخل في التفاصيل كتير يعني، لكن زي ما قلت ضربت مثال بالهيئه المصريه العامه للكتاب ال 8400 اللي اترقمنوا. كمان عندنا اكاديميه الفنون، يعني تم رقمنه ما يقرب من 110 كتاب و17 عدد من مجله الفن المعاصر، حوالي 489 صوره فوتوغرافيه، 17000 رساله علميه. عندنا في دار الكتب والوثائق تم استخراج البيانات الوصفيه لمحتوى مرقم، يعني زي ما قلنا انه احنا بنتكلم انه الوثائق دي في الحقيقه كنوز مصر، فاحنا يعني مهتمين جدا بهذا التعاون وحابين ان احنا نتابع طبعا اللي هيحصل فيه وانه يطلع للنور في اسرع وقت ممكن، لانه زي ما اتكلمنا هذه الوثائق متوارثه من مئات السنين، فمهم جدا رقمنتها النهارده عشان الباحثين والمتخصصين وكمان حتى الأجانب اللي حابين يعرفوا أكتر عن تراث مصر يقدروا يبقى عندهم زي ما بيقولوا كده أكسس أسهل لهذه الوثائق. كل الشكر ليك دكتور أسامة طلعت رئيس دار الكتب والوثائق.